السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنكملو السيري ديال الفيديوهات ديال الثيرموديناميك اس ان. كنا شفنا في الفيديوهات السابقين لو طرافاي ودابا غنشوفو لو شالور، باسكو اننا باغيين في النهاية لو بيت ديالنا هو اننا نعرفو ونطبقو لو برانسيب بروميير دو ثيرموديناميك. مي قبل ما نشوفو البرانسيب بروميير برانسيب ديال الثيرموديناميك غندرسو لا شالور. اشنا هي لا شالور؟ وشناهو الرمز ديالها؟ لونيتي ديالها؟ كيفاش الانواع ديالها؟ الى اخره. مزيان، وكيفاش داير التعبير ديالها في كل ترانسفورماسيون اللي كنا كنعرفو اللي هما ترانسفورماسيون ايزوبار ايزوكور ايزوتيرم واديباتيك. لا شالور الرمز ديالها هو كي، ولينيتي ديالها هي الجول، يعني لينيتي ديالها الجول. اولا كان اولا ممكن بعض التمارين تكون بالكالوري واللي هي 4.184 كالوري. لا قولوا هي بالجول، عندنا كالوري ولا بالكالوري، والكالوري شحال كيساوي؟ كيساوي 4.184 جول. دونك لينيتي ديال لا شالور يا اما كنكتبوها بالجول او لا بالكالوري، والتحويل راه هو هذا، يعني واحد كالوري كيساوي 4.184 جول او لا 4.18، يعني هاد الاربعه هادي ممكن ديروها ممكن لا. واه مزيان، الا جينا نشوفو هاد لا شالوغ هادي لا شالوغ قلنا اشنا هي هاد لا شالوغ، ممكن كيفاش تنتقل عندنا هاد لا شالوغ؟ كاين عندنا ديفيرون مود ترانس فور تيرميك. مازال كاين عندنا بزاف ديال الطرق باش ممكن تنتقل الحرارة. أول طريقة كاين عندنا كونديكتور كونديسيون. هاد الكونديسيون هادي اش كتعني؟ كتعني انتقال عبر المعادن. يعني مثلا دابا انت كتكون في الكوزينه بحال هكا كتقيس الكوكوت كتحس بالسخونيه، يعني كتحس بواحد لا شالوغ كاينه في داك الجدار ديال الكوكوت ولا ديال الكاسرونه ولا اي اناء كنتي كتسخن فيه. المهم هذاك الانتقال تاع الحراره اللي كيكون ما بين يديك وما بين الحاجه اللي كتقيس. كونفيكسيون، هاد كونفيكسيون هادي كاين فيها دو، كاين عندنا فورسي و ناتوريل. كونفيس هي اللي كيكون عبر الفلويد، يعني فاش هنايا مثلا قلنا على المعادن هنا كيكون الانتقال عبر الفلويد بحال الهواء بحال الماء. المهم فورسيمون مثلا بحال الثلاجه، الثلاجه مثلا كتحط فيها اي حاجه فورسيمون كتهود لها لا شالوغ ديالها، يعني بالضغط ولا كنشعل الكليماتيزور كنبزز عليها ان الحراره تنقص. ناتوريل هو ظروف طبيعيه، يعني كنكون درني الصاد كنحل الشرجم كيدخل عليا البرد شي حاجه بحال هكا. وكاين عندنا الطريقه الاخرى اللي كتنتقل منها لا شالوغ وهي غايومون. واش هي الغايومون؟ غايومون هو مثلا دابا انت الا كنتي شاعل البوطه راه كتحس بلي كاينين لي غايون حارين هما اللي كيسخنوا ليك، اولا المايكروويف دوك الغايون، يعني اي غايون كينبعث عليه حراره. داكشي علاش كنقولوا بلي كاين عندنا ثلاثه الانواع اللي ممكن نحسو بلا شالوغ كتنتقل بهم. يا اما كتنتقل في المعادن، يعني اولا كتنتقل في الفلويد فورسيمون اولا ناتيغال، اولا كيكون عباره عن غايون. مزيان، الا جينا نشوفوا هاد لا شالوغ هادي اشنا هما الفاريابل اللي ممكن، يعني الا جينا ندقوا مزيان اول حاجه فاش كنهضروا اشنا هو اكبر فاريابل ممكن ياثر على لا شالوغ ديريكتومون؟ غنفكروا فاش؟ غنفكروا في تمبيراتور تي. تمبيراتور مزيان، دونك تمبيراتور كتلعب دور كبير في الانتقال ديال لا شالوغ. يعني مثلا الا كنتي في واحد البلاصه الوسط حار ولا انت كتجهد الحراره ديك التمور كتغير لا شالوغ، يعني اول فاريابل كيأثر هو تمبيراتور. مزيان، ثاني هو اش؟ هو لا ماس. مثلا دابا الا كنت كنسخن كسرونه ماشي الا كنت كنسخن كاميله ماشي الا كنسخن برميل، يعني لا ماس كتلعب دور كبير. يعني اول ثاني اللي كيتحكم في لا شالوغ هو لا ماس. مزيان،
واحد الحاجه عاود تاني اخرى واللي هي الكاباسيتي كالوريفيك، يعني كيفاش غنشرحها. مثلا دروكا لا ماس تاع الاشياء، يعني الحجم ديالهم يعني الكتله ديالهم، وكاين تاني النوع ديال الاشياء، يعني كاباسيتي كالوريفيك. يعني مثلا انا الا خديت كنسخن الماء مثلا، ماشي بحال كنسخن الزيت، ماشي بحال كنسخن، المهم يعني الكاباسيتي كالوريفيك يعني النوع، وكل نوع عنده كاباسيتي كالوريفيك معزوله. ما كناش غنستخدم غنستنتجو باللي متعلقه بالفارياسيون ديال التومبيراتور بلا ماس والكاباسيتي كالوريفيك ديريكتومون من هاد الشيء كلشي، مع التخوا ديال الفاريابل اللي كنستنتجو باللي التعبير ديال لا شالور دي تو كي هو اش، هو لا ماس في اس دي دو تي او لا دلتا تي. نورمالمون هاد ديال الفاريابل فارياسيون ديال التومبيراتور. مزيان، هادي لا ماس، هادي كاباسيتي كالوريفيك، وهادي فارياسيون ديال التمبيراتور. مزيان، في حالة فاش كيكون عندنا في كونستانت، فاش كيكون عندنا ترانسفورماسيون، الا قلنا بلي في كونستانت يعني كنهضروا على ان الترانسفورماسيون اللي كنهضروا عليه كيكون ايزوبار، عفوا ايزوكور. ترانسفورماسيون ايزوكور، مزيان، ترانسفورماسيون ايزوكور كيولي التعبير ديال كي. اشنو هو التعبير ديال كي؟ دونك هنايا واحد الحاجه، هذا التعبير ديال كي ماشي دي دو كي. دي دو كي الا درت دي دو كي كيكون عندنا هو ام كاباسيتي كالوريفيك دي تي، ولكن فاش كنحيدو فاش كيولي عندنا دلتا تي كيولي عندنا كاين فرق بين هادي وبين هادي. علاش؟ حيتاش هاد دلتا تي كتهضر على اش، الا جينا نعوضها ديريكتومون غندير تي فينال موان تي انيسيال، بينما هادي لا، هادي كندير لانتيغرال. علاش؟ حيتاش هنايا كيتعلق بلو شومان، اما هنايا لا، هنا ما كتعلقش، يعني كيتعلق بالحاله البدئيه والحاله النهائيه. يعني كاين فرق بين هذيك الصغيره اللي دايره هكا وديك اللي واقفه هكا وهاد الدلتا هادي، يعني ما متشابين. دونك في هاد الحاله هكا كيتكتب التعبير ديال لا شالور طوطال. دونك في ترانسفورماسيون ايزوكور كي لا شالور ايكال اش ام سي في دلتا تي، و الا كان عندنا ايزوبار يعني بي كونستانت، يعني ترانسفورماسيون ايزوبار باش كيكون عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار كيو ايكال اش ام سي بي دلتا تي. مزيان، دونك الا درنا واحد المراجعة عرفنا بلي لا شالوغ الوحدة ديالها الرمز ديالها كيو، الرمز ديالها كيو لونيتي ديالها جي يعني الجول، وممكن نكتبوها نعبروها بالكالوري حيتاش عندنا ان كالوري ايكال كاتر فيغكول 118. مزيان، وباللي هي كاين عندها الحراره ممكن تنتقل عبر المعجنة عبر الفلويد اولا في الغيومون، وكاينين تخوا ديال الفاريابل اللي كيتشكلوا من تما استنتجنا التعبير ديال لا شالوغ اللي هو لا ماس الكاباسيتي كالوريفيك في الفارياسيون ديال دي دو تي. شفنا جوج الحالات اللي فاش كيكون عندنا في كونستانت وكيكون عندنا ترانسفورماسيون، فاش كنفكروا في لي في كونستانت ديريكتومون كنقولوا فارياسيون ترانسفورماسيون اللي كنهضروا عليه هو ايزوبار، وفاش كيكون عندنا بي كونستانت وكنقولوا بلي ترانسفورماسيون اللي كنهضروا عليه المهم ايزوبر. مزيان، دروك غنشوفوا ليكسبرسيون ديال لا شالور في لي فلويد اوموجين و اي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. يعني فاش كنهضروا على ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، دونك هنايا ما كنهضروش على يعني بي ايكالا بي اكستيريور، دونك هنايا كيكون عندنا ريفيرسيبل يعني كنمشيو من واحد النقطه كنرجعو نفس النقطه اللي كنا فيها. غنقولو ليكسبرسيون دو لا شالور
بور فلويد هوموجين et transformation réversible. ركزوا على التخوا ديال التعابير اللي غندرسوهم. عندنا دي كيو دالة اش دالة دي و بي هي اش هي ام سي بي دلتا تي بلس اش دي بي دي ديال كيو ديال اش ديال تي en fonction de T, V, I, H, I, M, C, V, D, T, plus L, D, V. D, Q, D, L, P, V, I, H, I, lambda, D, P, plus nu, D, V. Donc, là, on a tabou à dire 1, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons vu dans la vidéo فاريابل ديتا والفاريابل ديتا قلنا الا كانت عندنا واحد ليكواسيون كيكونوا فيها ثلاثه الفاريابل ديتا كنقولوا لها ايكواسيون ديتا بحال ليكواسيون ديال غاز بارفي يعني ا بي في ايكالا ان ار تي يعني واحد ليكواسيون ديتا مي الا كانت عندنا واحد الفونكسيون بدلاله دو فاريابل ديتا يعني فاش كنهضروا على فاريابل ديتا حنا اش كنهضروا كنهضروا على تي P, V. Donc, il y a une fonction. Il y a une fonction qui est une fonction d'état. Donc, je vais vous dire que c'est une fonction d'état. Donc, je vais vous dire que c'est une fonction d'état. Donc, je vais vous dire que c'est une fonction d'état. Donc, la fonction d'état, vous pouvez écrire à la chaîne D, D, F. Oui. Égal d ديال f sur d de x مثلا y constante d de x plus d ديال f sur d ديال y x constante d ديال y بحال هكا. دونك هادي اشنا هي؟ هادي عبارة عن واحد الفونكسيون ديتا بدالة اش بدالة x و y نفس الحاجة. دونك كلشي هادو اللي هنايا عبارة عن اش فونكسيون ديتا يعني ممكن نكتبوهم بدلالة بهذا الشكل هذا مزيان حيتاش علاش حيتاش فيهم جوج يعني اون فونكسيون دو فاريابل ديتا فاريابل ديتا تخوا عندنا الفاريابل ديتا تي و بي و في يعني هذا كتذكير مي اللي باش يبغي يشوف هاد التعابير هادي اشنا هي سي بي واشنا هي سي في واشنا هي اش واشنا هي ال واشنا هي لامدا واشنا هي ني يعني شنا هما هادو هادو الا جينا نقولو هما عبارة واحد الكونستونت سي بي سي في اش لامدا ني I, L sont les coefficients calorimétriques. Merci. عندنا بلي هادو عبارة عن واحد الكوفيسيون كالوريميتريك. هاد الكونس كيفاش غنخرجهم؟ يعني مثلا حنا باغيين نخرجو السي بي والسي في مثلا السي بي والسي في مثلا شحال كيساويو بشوي بشوي يعني باغيين نخرجو حنا هاد الكونستونت هادو شحال كيساويو مزيان نمشيو بالقياس بالقياس. عندنا بوغ مثلا بوغ في كونستون إلا كانت عندنا في كونستونت إلا مشينا لهاد ليكواسيون دو هادي غتكون كتساوي زيرو دونك غيكون عندنا دي دي ديال كيو إيكالا اش إيكالا ام سي في دي دو تي دونك غنمشيو بوغ نسمو هاد ليكواسيون دو بوغ دو دي ديال كيو إيكالا اش M, C, V, D, T. مزيان. دونك انا باغي سي في. سي في شناهي؟ من هنا غتخرج
CV ما هي إلا 1 sur M D ديال كي sur D ديال T V constant parce que كنا بلينا V constant كما كانت V constant ما غاش يكون عندنا شي صحيح pour P constant إلا كانت عندنا P constant أشنا هي اللي غتساوينا على 0 هاد لو تيرم هذا غيساوي 0 حيت اش الفاريسيون دي P إيكالا يعني P constant يعني ديريفي ديالها إيكالا 0 بالتالي غيولي لنا اش غيولي لنا دي ديال كي ايغال اش ام سي بي دي تي واش ديريكتومون غيعطينا بلي سي بي ايغال ان سور ام دي ديال كي سور دي ديال تي بي كونستون دونك حنا خرجنا سي في و سي بي مزيان دونك حنا خرجنا سي بي و سي في دابا خاصنا اش و ال باغيين نخرجو مثلا اش يعني كيفاش غنديرو ليها غناخدو دي ديال كي بدلالة اش بدلالة تي و في تي و في يعني هاد نو 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 لا دابا عندنا اش ياك باغيين نحسبو اش غنعتبرو بلي بوغ ان في كونستانت وغنديرو بلي ان غناخدو 1 او 2 يعني 1 او 2 وغنقولو بلي في كونستانت باش غتبقى هنا الاش لان اش غيعيشنا هادشي الا خدينا عندنا هاديك دي دو كي وهادي دو دو كي يعني شحال غيولي عندنا غيولي عندنا دي دو كي ايكالا اش ام CV D de T égal علاش حيت هادي ايغال 0 دونك حنا درنا بحال درنا D 2 والكواسيون 2 ايغال 1 دونك هادي ايغال C P المهم M C P D de T plus H D P اش اش كيعيتي كيعيتينا بلي اش دي بي ايغال ام سي في دي تي موان ام سي بي دي تي يعني ان اش دي بي ايغال ام عامل سي في moins CP DT sur DP V constant. حيت حنا قلنا بلي راه V constant باش خرجت لينا هاد اش كنعرفو كنعرفو بلي R إيكالا H إيكالا CP موان CV دونك هنا هنايا العكس يعني غندير واحد الموان غيولي عندنا هنايا دار H هو اللي كيساوي نسميه حيت هنايا B رجعنا لنا دونك غيولي عندنا H إيكال moins m r dt sur dp v الى بغينا نحصلوا على l اش غنقولوا غنقولوا نطردوا باللي بي كونستانت الى خدينا بي كونستانت وجينا لهنايا غناخدو عاوتاني واحد وجوج ولكن هاد المره هاد اش هادي غتمشي لزيرو غيولي لنا ام سي بي دي تي ايغال اش ايغال هادشي دونك غيولي لنا ام CP DT égale M CV DT plus LDV. Donc LDV égale à H égale à M CP DT moins M CV DT. Yani anna LDV égale à M ديال سي بي موان سي في
دي دو تي. هذه هي اغ، هذه قلنا بلي راه اغ هي سي في موان، ولا درنا هذه هنايا اش غيولي هنا، غيولي هنا ال ايغالا اش ايغالا ام اغ دي تي سور دي في تي كونستانت. مزيان. دابا حنايا من هنا خرجنا اش، خرجنا سي بي و سي في و اش و ال، بقات لينا ني و لامبا. الى خدينا بوغ دو و تخوا هادو و اعتبرنا بلي في كونستانت، يعني خدينا جوج و تخوا و قلنا بلي في كونستانت، يعني هادشي غيمشي للزيرو، يبقى عندنا هادا ايكال هادشي، يعني لا كنلعب بالعلاقة. ولكن هاد ديمونستراسيون ضروري خصكم تضبطوه، باسكو انا ديمون هو اللي كيخليكم تفهموا، الا ما كتبتوش ما غاديش تفهموا العلاقات، وصعيب على الانسان يحفظهم. مزيان. دونك هنايا الا خدينا من دو و تخوا و خدينا بلي في ايكالا كونستانت، دي ديال كي كيش كتساوي ام سي في دي دو دي ايكالا لاندا دي بي ديريكتومون. لاندا إيجالا إش إم سي في دي تي سور دي بي في كونستانت، ها هو التعبير ديال لاندا. بقى عندنا إش، بقى عندنا التعبير ديال ديال ني. إذن التعبير ديال ني يجي نشوفو تاني هنايا بين هادي. دونك غنفترضو بلي بي كونستانت باش يمشي لنا شي زيرو، دونك غناخدو دو تخوا و أن باش يمشي لنا هاد لو تيرم هاد لو تيرم، وبقى عندنا مزيان. دونك هنا من ان من ان و تخوا طاردو بلي بي كونستانت، هادو لي هنا دي ديال كي ايكالا اش ايكالا ام سي بي دي تي ايكالا ني دي في. هادشي ديريكتومون واش غيعطينا؟ غيعطينا بلي ني ايكالا ام سي بي دي تي سور دي في بي كونستانت. هيا ني حنايا خرجنا تعبير ليكسبرسيون ديال ليكويفيسيون كالوريميتريك. مزيان. اوكي بلا ما كنت طولت الفيديو، بون شانس حتى الفيديو الاخر نكملو في لو تيرم ديال لا شالور. بون شانس.